صباح الخير يا مشاهدي، سأقدم لكم آخر لأخبار اليوم، وسأرافقكم لمدة 4 دقائق تالية، ومعي ستي ميمونة. هنا سأشرح النباتات الموجودة حولك. أما النباتات الأول البونساي، الثاني القلقس، الثالث الجير، الرابع الزنابق الحمراء، والآخر الفليفل الشيطان. البونساي نبات أو شجرة تتعرض للتقزيم في وعاء ضحل بهدف صنع صورة مصغرة للشكل الأصلي لشجرة كبيرة قديمة في البرية. تتم الزراعة في أوان الضحلة، تسمى بون. القلقس نبات هو مهم جدا. يزعم أن القلقس مواطنه الأصلي في جنوب شرق آسيا أو آسيا الوسطى. يعتقد أن القلقس قد زرعه البشر منذ العصور القديمة، حتى قبل أن يزرع البشر الأرز. الجير هو نوع من النباتة التي تنتمي إلى قبيلة الحمضية وتنتشر في آسيا وأمريكا الوسطى. والمعرفة أيضا باسم برتقال البيسيل يمكن أن يوصل ارتفع الشجرة الليمون إلى 3 حتى 6 أمتار. والعديد من الفروع والأشوك والأوراق البيضاوية والأعناق الصغيرة المجنحة. تعريف زهرة الزنبق الأحمر بأنها رمز للأزدهار ووفرة الثروة لطالما تم ترميز الألوان الأحمر كمصدر لقوة والعطافة والطاقة. هذا ما يمكن وراء الزنبق الأحمر. يتم تفسيره على أنه رمز للإزدهار والثروة. فلفل الشيطان هو أحد أكثر أنواع الفلفل الحار سخونة في العالم. يأتي هذا الفلفل الحار من شمال الشرق الهند وبنغلاديش. في اللغتين الأسامية وبنغالية يطلق على هذا الفلفل الحار، ويعني فلفل التنين الفلفل الحار. نكتفي هذا الأخبار اليوم. شكرا على مشاهدتكم. أنا ستي ميمونة، إلى اللقاء في أخبار الله.